ينتج عن عملية تحويل مادة قصب السكر من أحد المعامل في مشرع بالقصيري أضرار بيئية للأحياء المجاورة ولسكانها. أنيس أبو مهدي والبشير رشاد يحققان في ذلك. سكان حي سنكاس بمدينة مشرع بلقصري، أحد الأحياء الأكثر تضرراً بتفل قصب السكر أو لباغاس، المصطلح المتداول لدى ساكنة المدينة. عائلة هي في حالة استنفار دائم داخل بيوتها بسبب مخلفات هذه المادة. من تنشطبوه في الصباح لما تلتسمناش راه ما نشطبوش، رحنا مرضنا بحساسية احنا وولادنا، فراشنا راه تكرفص، غطانا تكرفص، الماكلة اللي تناكلوها من تنحطو فوق الطابلة مجرد ما تمشي للكوزينة تجيب شي حاجة أخرى، الماء أو خبز، تلقى اللي فوق الطابلة ولا حالته. وفي 12 وفي العشية تنشطبو أكثر من هكا، قتلنا الباكاس، كل واحد تلقى في جيبو فونطولين بحال هذي، إلا ما كانش عنده فونطولين بحال هذي ما يقدرش يعيش، وعاد الأكسجين في الدار. خاصك في الليل ضروري دير الاكسجين، علاش؟ لان تنسدوا الشراجم وتنسدوا البيبان. مشاكل صحيه متعدده يتعرض لها السكان، على راسها الحساسيه وضيق التنفس، هذا بالاضافه الى المشاكل البيئيه التي تنتجها مخلفات تكرير قصب السكر. يشوفوا النحل ولا يديروا لنا شي حاجه باش هاد الحموم يتقطع علينا، رحنا مكرفصين حنا وليداتنا ومحالاتنا. ها انتم شوفوا التلفازه كي دايره، شوفوا الحاله عندنا كي دايره، كلشي حتى من حوايجنا، حتى من رجلينا، من يدينا، من كلشي لينا. حلول عندهم باش يديروا الطريقه كي جميع انواع الطرق عندهم، لان باش يديروا دي فيلتر، باش يديروا شي حاجه يديروها. حاولنا الاتصال بالجهة المسؤولة للاستفسار عن الحلول الممكنة للتقليل من آثار هذه المادة، لكن حتى إنجاز هذا الروبورتاج لم نتوصل بأي رد.